السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا برضه ممكن يكون في ناس مش عارفيني أوي، فهضطر إن أنا أعرف نفسي تاني. أنا اسمي محمد عماد، من مدينة بنها بمحافظة القليوبية بمصر. أنا عايز أقول للناس، يعني في ناس لسه متعرفش إيه اللي هيحصل في الانتفاضة الفلسطينية التالتة. حابب إن أقول للناس اللي هيحصل حاجة واحدة كلنا مجتمعين عليها، إن إحنا هنحرر فلسطين بأي طريقة ممكنة. كل اللي هنعمله ونحافظ عليه إن الجيش اللي على الحدود دوت هو اللي بيحمينا، يعني هو اللي هيحمينا وهو اللي هيبقى في ظهرنا ساعة ما هيحصل حاجة. فأي حاجة مهما كان يحصل، إحنا ما نأذيش الجيش اللي على الحدود، ده جيشنا، ديت حاجة ملكنا، ما ينفعش خالص ان احنا نقسيه. حتى انا مش عايز اقولك، يعني مش عايز اقول لكم لو هو اذانا، حتى يعني هو لو ضرب علينا نحاول نتلاشى الضرب معاه وان احنا نحتك بيه، لان ديت اوامر جايله. الجيش على الحدود ديت اوامر هجيله تقول له اضرب الناس اللي عندك، يعني احنا نحاول على قد ما نقدر ما نحتكش بيهم. زي عساكر الامن المركزي لما كانوا في يوم 25 يناير، دولت كانوا اخواتنا، بس عسكري من دولت جايله الامر من ضابط اعلى منه: اضرب اللي قدامك، اضرب اللي قدامك، لازم تضربه. فالجيش اللي على الحدود دوت هيبقى معانا احنا، ده بيساعدنا، مش لازم اللي في مصر بس، ده في اي دولة تانية. الجيش اللي على الحدود ده جيشك انت، ده اللي بيساعدك، ده اللي ساعد ما هتضرب هتلاقيه هو في وشك وانت في ظهره بيحميك. فمنعا يا ريت نمنع اي احتكاك بالجيش اللي على الحدود مهما كان. حتى مش عايز اقول لو هو بدأ الضرب، يعني هو لو اضطربنا احنا نحتاج ما نحتاجش بيه، نبعد عنه، نبعد، لكن ما نمشيش، نبعد، لان احنا مش رايحين سهرة يوم ولا اتنين، لا ده احنا رايحين نقعد لحد ما يطلع حل. ولو ما حصلش حل ولو الجيش فتح لنا هندخل، بس برضك الجيش يفتح لنا، لان احنا مش هينفع ندخل غصب عن الجيش، لان احنا لو دخلنا عن غصب عن الجيش هيضربوا وهنرجع نقول الجيش بيضرب فينا. مش عايزين مكسرة تحصل تاني. كفاية اللي مصر عدت بيه، كفاية كفاية. وعايز اسمعكم حاجة ممكن تعجبكم، نسمع سوا. مش كفاية، مش كفاية، طياراتكم مش كفاية، والمدافع مش كفاية، والجنابل والحصار والحرايق والدمار والدموع في عيون صغار والجناين تبقى نار، مش كفاية. ومش حكاية، لو عايزيني مرة أخضع غيروني. احنا مش هنتغير، الشعب المصري مش هيتغير، هما اللي هيتغيروا، احنا نفسنا زي ما احنا، احنا اللي هنحرر، احنا اللي جايين، احنا اللي هنطلع، احنا اللي هنبقى احسن ناس بإذن الله. وجيشنا هو اللي هيفضل يحمينا، محدش هيأذي الجيش، محدش هيضرب في الكيس. شكرا.